الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. هؤلاء المترفون كما قلت في درس سابق في ثماني مواضع على سبيل القصر والحصر، جاء المترف كافرا، كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا. فالمترف دائما إنسان بعيد عن الحق، جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، جعل الدنيا كل شيء، جعل آماله كلها في الدنيا، لم يرضى غير الدنيا، لم يعبأ بما بعد الموت. فلذلك حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. جأر أي تضرع بصوت مرتفع: يا رب. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، كالدرس الماضي: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الإنسان أحيانا يصدر أمر من الله عز وجل بإيقاع العقاب فيه، يأخذه بالعذاب، عذاب في جسده، عذاب في ماله، عذاب في أهله، عذاب قسم ينهيه عن آخره. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يعني يضرعون إلى الله بصوت مرتفع: لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون. هذه الاستغاثة جاءت بعد فوات الأوان تماما. لو أن إنسانا قتل إنسانا وثيق إلى المحاكمة وحكم عليه بعد محاكمة طويلة دقيقة عادلة، حكم عليه بالموت لأن هناك أدلة قطعية على ارتكابه الجريمة، وصدق الحكم وثيق إلى تنفيذ الحكم، يعني لو أنه استغاث بهم هل تجديه هذه الاستغاثة؟ لو أنه توسل إليهم، لو أنه رجاهم، لو أنه قبل أقدامهم، لو أنه بكى، لو أنه ضحك، هذه بعد فوات الأوان. فكر قبل أن تقدم على هذه الجريمة، فكر قبلها. الأمور دقيقة، الإنسان أحيانا يكون ببحبوحة، أما إذا كان غافل والأمر يجري وهو يعصي الله عز وجل، فجأة يصدر أمر إلهي بإيقافه عند حده، ساعتئذ الأمر وقع. فالذي أرجوه والذي قلته لكم في درس سابق: لا توصلوا علاقتكم مع الله إلى هذا المستوى، إلى طريق مسدود. لا توصل علاقتك مع الله إلى أن تدعوه فلا يستجيب لك. الإنسان أحيانا يطغى، يتجاوز الحدود، يأخذ ما ليس له، يطلق ظلما، يعتدي على أموال الناس، على أعراضهم، يركب رأسه، عندئذ يأتي العقاب الأليم: إن بطش ربك لشديد. عندئذ لا ينفع الدعاء ولا ينفع الرجاء ولا التوسل ولا أن تجأر. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون: لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون. جاء هذا بعد فوات الأوان، هذا لا يجدي. فعلت ما فعلت ولم تفكر فيما فعلت؟ استمعوا، يقول الله عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم وأنتم في الدنيا، وأنتم في بحبوحة، وأنتم في شبابكم وفي أحوالكم الطيبة، لكم بيوت ولكم زوجات ولكم أولاد، وفي أكمل حالات صحتكم، أعضاؤكم سليمة، حواسكم سليمة، صحتكم جيدة، دخلكم وفير، مركزكم قوي. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ فقد كانت آياتي تتلى عليكم،
صباح مساء آيات القرآن الكريم تتلى عليكم، ألم تحضروا تعزيتان؟ ألم تسمعوا كلام الله؟ ألم تحضروا احتفالا بدأ بكلام الله؟ ألم تجلسوا في مجلس علم سمعتم فيه تفسير كلام الله؟ ألم تحضروا خطبة فسر فيها بعض آيات الله؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم وأنتم في رخاء وأنتم في نشاط وأنتم في قوة وأنتم في صحة وأنتم في مال. وفي قول آخر قد كانت آياتي تتلى عليكم، هذه الشمس آية، أما قرأت عنها؟ أما سمعت عنها؟ أن حجمها يتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، أن حرارتها في سطحها ستة آلاف درجة وفي نواتها عشرين مليون درجة، وأنها تتقد منذ خمسة آلاف مليون سنة، من أعطاها هذه الطاقة؟ وأنها تبعد عن الأرض مئة وخمسين مليون كيلومتر، وأن نجما يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، وأن هذه العين فيها مئة وثلاثين مليون عصي ومخروط، وأن في الإنسان مئة وخمسين كيلومتر أوردة وشرايين، وأن قلبه يضخ ثلاثمائة ألف متر مكعب من الدم في عمره المديد، ما تملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما سمعتوا الآيات؟ ما قرأت عن القمر، عن الشمس، عن الأرض، عن الجبال، عن الأنهار، عن البحار؟ نهر الأمازون 300 ألف متر مكعب في الثانية، أين خزاناته؟ هذه الآيات في الجبال والصحارى والسهول والوديان والأغوار والبحار، مليون نوع من السمك في البحار، مئة ألف نوع من الطيور، 3500 نوع من القمح موجود، أنواع المحاصيل، أنواع الفواكه، أنواع الخضروات، أنواع الحيوانات، في الإنسان أجهزة معقدة جدا. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما سمعتوها؟ ما استعظمتوا؟ ما لفت نظركم هالآيات هي؟ ما تأثرتوا؟ ما قلتوا الله عظيم يجب أن نطيعه؟ أبدا. يعني إما أن تفسرها بالقرآن فقد كانت آياتي تتلى عليكم، وإما أن تفسرها بآيات الكون، على كل كلها آيات تتلى عليكم، تسمعونها صباح مساء، تتلى على مسامعكم. ما أكثر ما حضرتم بعض المحاضرات ذكرت فيها بعض آيات الله، البترول آية، من أودع هذه الطاقة الهائلة في باطن الأرض؟ الهواء آية، الماء آية، الكهرباء آية. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ فقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون. تتراجع إلى شهوتك، تتراجع إلى عاداتك، إلى تقاليدك، إلى مصلحتك، إلى الدنيا، تخلد إلى الأرض. هذه الآيات تكفي أن تعرف الله عز وجل، هذه الآيات تكفي أن تستقيم على أمره، لكن هذا الإنسان يرجع إلى شهوته، يرجع إلى عاداته السقيمة، يرجع إلى تقاليده المقيتة، يرجع إلى المادة، يرجع إلى مصالحه. فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به، أنتم فوق ذلك، أنتم أكبر من أن تؤمنوا، أنتم أكبر من أن تصلوا. بيمشي بجنازة، توقف قدام المسجد، بيوقف بيدخن، يعني أنت أكبر من الصلاة؟ أنت من أنت؟ أنت أكبر من أن تصلي، أن تخلع حذاءك وتتوضأ وتصلي في المسجد، من أنت؟ مستكبرين به سامرا تهجرون تسمرون. هون سامرا بمعنى حال، يعني تمضون أوقاتكم في السمر، تسهرون إلى ساعات متأخرة في الغيبة والنميمة وفي كلام فارغ وفي الحديث عن زيد وعبيد وفي القيل والقال، تسمرون في أحاديث لا ترضي الله عز وجل، تسمرون في أحاديث لا معنى لها، لا غاية منها، لا فائدة منها، لا جدوى منها.
مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني في جلساتكم، في سهراتكم، في ندواتكم، في أمسياتكم، في حفلاتكم، في مطاعمكم، في متنزهاتكم، في هذه الأماكن الحديث عن الله معدوم، الحديث عن الدنيا، عن الشهوات، عن النساء، عن الألبسة، عن الأسعار، عن أشياء لا تقدم ولا تؤخر، سامرا تهجرون. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء في ثلث الليل الأول، يعني أحيانا كان يؤخرها عن وقتها إلى ثلث الليل الأول، وكان يكره النوم قبلها والسمر بعدها. يكره النوم قبلها لئلا تضيع عليه في أفضل أوقاتها أو في كل أوقاته، ويكره السمر بعدها لئلا يرتكب الآثام في السمر. ختم هذا النهار بصلاة جيدة يجب أن ينام عليها، وكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء، وكان من العلماء الأجلاء من يكره الحديث بعد صلاة العشاء، إلا أن العلماء أجازوا أن تثمر في إصلاح ذات البين، أو في تعلم العلم، أو في الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر. يعني إذا كان أردت أن تقنع إنسانا بحقيقة ما، أردت أن تصلح بين اثنين، أردت أن تدعو إلى الله، أردت أن توضح بعض آيات الله، هذا مباح فيما بعد العشاء بشرط أن يكون الحديث محصورا في ذكر الله عز وجل، أو في الأمر بالمعروف، أو في النهي عن المنكر، أو في إصلاح ذات البين. أما الحديث الفارغ عن الطعام والشراب وعن أحوال الناس وعن أحوال البيع والشراء وعن أسعار الحاجيات، أن يكون هذا بعد العشاء، أغلب الظن أن الإنسان يقع في بعض الإثم، أغلب الظن. لذلك اختم يومك بصلاة العشاء ولا تتحدث بعده بشيء إلا إذا كان في طاعة الله عز وجل. مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. القول هو القرآن الكريم في أوجه التفسيرات، القرآن. أفلم يدبروا القول، يعني هذا الكلام كلام إله، إله عظيم، ما لك قبضه؟ يعني إذا قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل آية ما لك مهتم فيها؟ إذا قال لك يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هل كلام ما لك قبضه؟ يعني أن الله يدمر هذا المال كله إذا كان فيه ربا. في أشخاص يقرأ القرآن، إذا تباركنا يقبل المصحف بست وجوه ويخالفه. فلذلك أفلم يدبروا القول، يعني لماذا لا يدققون فيما يقرؤون؟ لماذا لا يتدبرون هذا القرآن؟ لماذا لا يقفون عند حلاله وعند حرامه، عند أمره ونهيه، عند وعده ووعيده؟ لماذا لا يتعظون بأمثاله وقصصه؟ لماذا لا يصدقون أخباره؟ لماذا لا يخافون مما سيكون فيما أخبر به القرآن الكريم؟ أفلم يدبروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ يعني معهم استثناء من العذاب؟ يا أخي أنا معي استثناء، صح، بس أنا معي، أنا مستثنى من العقوبة، تصدق خطية الاستثناء، معك شيء هيك؟ يعني أخذ استثناء من الله أنه أنت فلان الفلاني، ابن فلان، أمه فلانة، خانة كذا، مستثنى من عذاب جهنم؟ في عندك شيء وثيقة خطية نحطها بالكفن بالقبر؟ ماذا معه استثناء يا ربي؟ أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني معهم استثناء، أو أن هذا القرآن أم بمعنى بل من معانيها للتسوية، أما في بعض معاني هذه الآية أم بمعنى بل، بل جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، جاءهم من الله نور، جاءهم منهج، جاءهم دستور، جاءهم نظام، جاءتهم أحكام فيها حلال وحرام، فيها أمر ونهي، هذا المعنى الثاني. أم لم يعرفوا رسولهم؟ كل هذا الكمال، كل هذه الأمانة، كل هذه العفة، كل هذه الاستقامة، كل هذا الصدق،
كل هذه المكارم، كل هذا الفضل ما عرفتموه بعد؟ أخذتم عليه شيئا؟ هل جربتم عليه كذبا قط؟ هل جربتم عليه خيانة قط؟ ومع ذلك لا تعبؤون به، لا تستجيبون له؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لماذا هذا الإنكار؟ أم يقولون به جنة؟ أخي مجنون. طيب أين الدليل على أنه مجنون؟ هل إذا واحد ما عجبك مجنون يكون القائل هو المجنون؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى مجنونا فأراد أن يعلم أصحابه، قال من هذا؟ قالوا هو مجنون، قال لا، هذا مبتلى. المجنون من عصى الله. يعني إذا واحد التقى برجل متدين يقول لك مجنون، مو شايف شيء، مو فهمان شيء، حاصر حاله، متقوقع بهالبيت، لا راح ولا إجا، في بالحياة مباهج، فيها مآصف، فيها حفلات، فيها أشياء جميلة، هذا مجنون مو فهمان شيء. وسوف نعلم من هو المجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما لك مجنون، لا. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. أم يقولون به جنة؟ قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة منه فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني المؤمن في رحمة كبيرة لكنها عميت على معظم الناس، إذن يتهمونه بالجنون وهم المجانين. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني بده كل إنسان دين على قد شهواته. أخي لا، هي مو معقول تكون حرام، لا، هذا تزمت. من جبتها هي أنت كمان؟ فيها آية قرآنية؟ لا، هذا مبالغة. الدين يسر، الدين مرن، بيتم بيقول مرن حتى يلتغى الدين كله، ببقى في دين النوب. هي مو معقول تكون حرام، وهي أنت عم تزودها، وهي تزمت، وهي ما بقى في دين النوب، راح الدين كله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الحق حق والباطل باطل. بس كان بده ربنا يشرع للناس دين بتوافق مع أهواء وشهوات، تصبح السماوات والأرض فاسدة وهم معها. مثلا إذا قلنا هالمدرسة هي بدنا نراعي فيها رغبات الطلاب، فالدوام حر، بعدين تجي الساعة 8 9 10 بس ترتاح، بس تقوم مرتاح من الفرشة بتجي على المدرسة. هذا قام بيجي الظهر الساعة 12، هذا عنده روحة سفرة، هلا ما حداوم. يا ترى إذا كان تركنا الأمر للطلاب على حريتهم، الدوام كيفي؟ بعدين مش ما في امتحان مدرسة، ما في حاجة. الامتحان بيسبب إرهاق أعصاب، ما في امتحان، بتقضي سنة تنجح لصف أعلى منه. عم جيب مثل أنا، معقول هذه المدرسة تحقق أهدافها؟ الدوام حر والدراسة حرة، امتحانات ما في، ومذاكرات ما في، وعقاب ما في، وثواب ما في، ما في، بس على راحتك. هاي مدرسة هاي صارت في دوام، أسبوعين بتغيب في فصل، في مذاكرات، في امتحان، في منهج مقرر، في قاعة محاضرات، في فحص شفهي، في فحص عملي، في فحص كتابي، لك هاي مدرسة. فإذا كان بدك الأرض على كيف الناس، هاي أكبر مثل أوروبا وأمريكا، ما في عندهم دين ولا في عندهم مبادئ، في عندهم عقل فقط. فالعقل أوصلهم إلى أن هناك 20 مليون لوطي بأمريكا معهم بطاقات رسمية يفتخرون بها. مرض الآيدز آخر رقم قرأته 8 ملايين إنسان يحمل هذا المرض بأمريكا واحدة، 8 ملايين. تفضل، هي مثل واضح. هي الشرق والغرب الذين تركوا الدين كليا واتبعوا أهواءهم، ماذا حل بهم؟ تفكك اجتماعي، انهيار الحياة الاجتماعية، أسرة منهارة،
أطول زواج سنتين فقط، أطول زواج سنتين، إنه هي الزوجة لها صديق لأنه وبتمل من زوجها بعد سنتين بدها واحد ثاني، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. حق حق، هذا حرام هذا حلال، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بل أتيناهم بذكرهم، يعني أتيناهم بكتاب يرفع من ذكرهم، يرفع شأنهم، يجعلهم مكرمين. بل أتيناهم بذكرهم، يعني بكتاب فيما لو طبقوه رفع الله لهم ذكرهم وجعلهم في عباده الصالحين فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا، يعني هذا الدعوة إلى الله في عليها رسم تسجيل، يعني حدا أخذ منكم هيك رسم بدخول المسجد، متحف له رسم. سبحان الله، الدعوة إلى الله مبذولة بلا مقابل، ما في أي رسم ولا في أي دفع ولا في أي شيء، لوجه الله تعالى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فعلامة الهداية أن هذا الذي يدعوك لا يسألك شيئا، لا معنوي ولا مادي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أيام الإنسان بيخدم إنسان، يقول لك ما أعطيتنا، لو خدمته لوجه الله لا أعطاك الله أضعافا كثيرة. في إنسان ما له عند الله شيء أبدا، كل خدماته أبط ثمنها الباهظ، في إنسان بيخدم لوجه الله عز وجل. فهذا الذي خدم لوجه الله له عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما هذا الذي لا يتحرك إلا بالأجر، هذا أخذ شيئا زهيدا قليلا. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، والحمد لله رب العالمين.